السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ فيديو جديد، شحال ما حطيتش فيديو، كنت كونجي. يلا رجعت والوقت باش نعاود نرجع الريتم وداكشي. دونك داكشي باش ما درتش فيديو قبل. هنا غنصور لكم البلايص اللي مشيت ليهم فين دوزت الكونجي. مشيت 15 اليوم، دونك هنا مشيت من طنجة، كنت غدا لفرنسا عند اختي، و تندوز على اسبانيا، على برشلونة، عاد تمشي لفرنسا. ايوا هنايا جيت بت في المطار، حيت كانت عندي الكار اللي غيمشي لفرنسا حتى الصباح، وصلت 12 الليل لبرشلون. ايوا هنايا تنصور لكم على 5:30 ديال الصباح، غنهز الطوبيس باش نطلع لاكار ديال الكيران. اتي طالعه و تنقول واش غنمشي على رجلي، واش نلقى شي طاكسي، وحيت ما بين البلاصه، دونك حيت ما تمتى بلاصه كاتالانيا تما بحال سونتر فيل، من تما غنمشي في الطوبيس من المطار حتى السونتر فيل، ومن تما يا اما غنهز طاكسي او لا غنمشي على رجلي واحد 15 دقيقه صافي. وانا نقول نمشي على رجلي، كانت 5 ديال الصباح، عرفتي واحد الامان راه ما نقول لكمش. يا اما المدينه امنه بصح، يا اما عندي الزهر ما قريتيني شي حد. دابا انت ما تشوف 5 ديال الصباح، عرفتي مشيت على رجلي تقريبا شي 4 ساعه ولا تولد ساعة في المدينة. عرفتي مدينة كالم غزالة الصراحة، لما برشلونة كان عندي الفلوس نعيش فيها. واعرة واعرة تخي بيل فيل. هنا غدا باليز دي تنجرة. المهم هنا فين مشيت لقيت، طلعت من بعد المحطة ديال الكيران، وكان عندي تما الكار باش نطلع باش نمشي لفرنسا، غنمشي لمونبولي، عاد نطلق اختي وعاد نمشي معاها للمدينة اللي هما فيها. المهم دوزت 15 يوم صراحة زوينة، غنصور لكم من بعد البلايص اللي مشيت لهم. البلاصة اللي مشيت لها هي مشيت لواحد المدينة سميتها لو بيون فولي، واحد المدينة صغيرة كاينة قريبة، ما بعيداش بزاف على سانت ايتيان، شي تقريبا شي 45 دقيقة. واحد المدينة كالم والله العظيم، زعما الواحد اللي عايش بحال مثلا اللي عايش في مدينة ستريسانت بحال طونجي، ولا اللي عايش مثلا اللي باغي شوية الكالم في العطلة ديالو، زعما داك البلاصة اللي مشيت لها واعرة، تقطعي تماما على العالم الخارجي، تتشحن عاوتاني طاقة باش تكمل عاوتاني ترجع تخدم. مدينة زعما زوينة الصراحة، واعرة تتحمقني هداك لو بيون فولي. داكشي باش نمشي لها تقريبا كل عام، شي مرات نمشي حتى جوج مرات في العام. مشينا لبلايص زعما زوينين وما كاينش الناس بزاف، حيت طنجة خليتها مطرطقة فين ما مشيتي الزحام. هو الصراحة بلادنا زوينة فريمون، والله الا بلادنا زوينه. فاش تمشي مثلا على برا ما تلقاش شي فرق كبير، الفرق ان تما النظام شويه، حنا ما كاينش النظام عندنا بزاف، هذا هو الفرق. زعما هادشي اللي تيبان لي كاين، مثلا حنا عندنا بحوره زوينين، عندنا دو تري تري بيل بلاج. المشكله في الناس، نمشي هنا تبحرت قبل ما نسافر ولا عرفتي، غير الباراسول تلقى واحد قرب يركب فوق حجرك باش يتبحر، تيشي فوق شي البشر بزاف، الباركينغ عامر، المويان ترونسبور ما كاينينش، يعني تمشي باش تستريسا ولا تدابز مع مول باراسول ولا تدابز على البلاصه، ما تمشيش باش ترتاح وفريمون ترتاح، تمشي باش تستريسا وترجع. هذا هو زعما الديفو اللي عندنا حنايا في المغرب، ما عرفتش علاش، زعما مع اننا ماشي بزاف، ما عرفتش. دابا فين مشيت انا عند اختي، تمشيو شي بلايص زوينين ما تلقاش الناس بزاف، تنقول لهم ما فهمت واش نتو واش الناس ما عارفينش كاينين بلايص زوينين اللي يجيو لهم، يعني زعما صراحة ما فهمتش علاش داك البلايص اللي مشينا له ما كاينش ناس بزاف. تتمشي ما تتصولا جات تكالما بلاصة كالم ما كاينش الناس بزاف. المهم انا الصراحة ارتحيت مزيان، عرفتي دوزت 15 يوم واعرة، وما تقامش عليا غاليه من بعد اللي بغات ديطاي، شحال تقامت عليا البيه فين تلقى البيه رخاصين، كيفاش خديت الفيزا، يخلي لي كومونتير بعد نقول لكم. انا بالنسبه لي بيه تنقلب دائما لواحد لو سيت، تنشوف لي بيه اللي رخاصين هما اللي تلقاهم، هما اللي تناخد وتندير الطراجي تيعجبني منها، تنشوف جوج بلايص بحال مثلا تنطلع تندير طنجة برشلون، وتنزل في برشلون تتعجبني داك المدينه، وخا نضرب فيها غير الدويره بحال هكا وبارك عليا الصراحه. و تنمشي من بعد تنشد الكار، ومن بعد هما تيتعرضوا لي دابيتوز، انا تنمشي حتى اليوم تيتعرضوا لي. هاد المره كانت اختي في بلاصه اخرى، دونك تلاقينا في نص الطريق في مونبولي، وعاد كملنا البلاصه اللي غادا فيها. هادي المحطه ديالهم، هادي المحطه في برشلونه، شوفوا المحطه ما فيهاش شي 3 دراهم باش تدخل المحطه.
ما والو، ما كاينش، كاينين الناس ولكن كل واحد عارف عارف الكار ديالو اللي جاي. تتقطع باغ انترنيت تلقى في الطابلو هنايا سميتو السويع ديالك. بالنسبة اللي ما عارفش يكون واحد وحدة سيدة وحدة اللي كاينة في واحد البيرو ديال اللي بتعطيك دي زانفورماسيون ولا شي حاجة تسولها، صافي هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. ما كاينش داك قوت جيش قلة اللي حنا عندنا في المحطات الصراحة، داك قوة البشر وقوة الزحامات. المهم هادشي اللي كاين، دونك هنا تنصور لكم البلايص اللي مشيت لهم. بالنسبه للخدمه، ما كما قلت لكم قبل من اخر فيديو ما دابا درنا بوز باش غنجيو غنوجدوا لرمضان ان شاء الله، غنوجدوا دي موديل اللي يكونوا مختلفين شويه. بدينا تناخدو ماكينه ديالنا، يعني غنبقاو نديرو دي موديل. الا كانت غير كونتيتي صغيره غنديرو حنا راسنا، كانت شي حاجه كبيره غندفعوها. من بعد غنصور لكم الماكينه اللي خدينا وداكشي. بالنسبه لواحد السيده خلات لي واحد الكومونتير، قال لك بغات تبدا البروجي ديالها وما عرفاش شحال الثمن تبيعو داكشي. المهم كل واحد وكيفاش غيبغي يربح، واش يبغي يربح بزاف ولا ما غيربح شويه، ولا بغى يربح شي بغيش يربح بزاف. المهم انك الواحد فاش يبغي يبدا شي حاجه خاصو يدير ايتود دو مارشي، يعني بعدا تعرف هذاك البياسه اللي انت غتصايبها شحال ساويه الثمن ديالها. دابا بحال حنايا تنديرو قشاشه، تنديرو قناضر، تنديرو جلالب، داكشي بلدي. يعني حنا راه عارفين الاثمنه شحال تيتباعو. يعني انا قبل ما نكون تندير هاد الخدمه هادي، راه انا كليانه، راه انا تنشري جلالب تنصايبهم كذا، يعني عارفه الاثمنه شحال. كل عارفه الاثمنه، يعني تقدر تشري جلابه 200 درهم كما تقدر تشريها ب 5000 درهم، وكاينين حتى جلالب واصلين حتى ل 10000 درهم. يعني على حسب كل واحد وجيبو، على حسب شنو داك الجلابه باش مخدومه. يعني انا فاش بدينا البروجي حنا عارفين الاثمنه شحال، وبالنسبه لانا شحال تتقام عليا البياسه وشحال تنبيعها. يعني دابا في مثلا غادي نشري الثوب، غنشري الثوب راه غنمشي عند واحد السيد تنتفاهم معاه، تنقول ليه شوف انا نبقى نخدم نشري من عندك ديما، يعني تيبيع لي بثمن الجمله. يعني غتنقص غير من واحد البياسه 10 دراهم ولا 15 درهم، راه تبارك الله نقص من هنا 15 درهم. غتمشي عند الخياط نفسي تتقول له شوف راه تندفع لك انا بزاف، يعني هو تيخدم لك بثمن قل من الثمن اللي غيخدم الواحد غيدي لي غيخدم لك بثمن قليل. يعني بعدا اول حاجه خاصك تقلب على الناس اللي غيخدموا معاك بثمن قليل باش يطلع لك داك البياسه بثمن ناقص اللي تقدر تزيد عليها واحد الهامش ديال الربح. هذاك الهامش ديال الربح كيبقى على كل واحد. يعني كاين اللي مثلا عنده محل، عنده دي شارج كذا، راه بيان سور خاصو يدير كونتيتي كبيره باش يخرج راسو، سينو غتربح 50 درهم ولا 40 درهم في البياسه راه ما غتخرجك. بالنسبه للوكا ديالنا حنايا، حنا كما قلت اول مره، حنا ما عندناش محل. يعني انا ما عندي لا ضريبه لا محل لا والو. يعني هذاك الربح اللي تنديرو تناخد، اش تندير؟ تنشري توب، يعني التوب تنحاول نشطر فيه باش يتقام ليا بثمن رخيص. تنعرف الاثمنه التوب شحال تيديروا، بعدا تكون عندي معلومات على الاثمنه ديال التوب. يعني انا فاش غنمشي نشري غنشري بثمن قليل، هادي تنتشطر مع داك اللي تيبيعو باش نشري كونتيتي. ما غادي الا باع لك بياسه وحده راه غيبيع لك بثمن العادي، مي الا خديتي بياسات بزاف راه غيتخام لك بثمن جمله. اول حاجه. ثاني حاجه، مثلا انا غنعطي جلابه اللي غيطرزها لي، هذيك اللي غيطرز مثلا بالماكينه، راه فاش تعطيه 4 د البياسات راه بيان سور غيكون عندك ثمن قل على غتعطيه بياسه وحده. هذه حاجه. هنا نقص من الثمن، مثلا طرز الخياط نفسي، الرنده نفسي، الرنده سي فري كو ماشي بالكثره، ولكن المهم كنت تشوف شي وحده اللي غتعامل معاك انك تكون دائما كليان ديالها، دائما تعطيها ماشي غير في الاوقات ديال العيد الاعياد ولا كذا، دائما تخدم معاها باش تنقص لك شي شويه. يعني غنقص من هذه 50 درهم، هذه 30 درهم، هذه 20 درهم، وغتشوف ديك الساعه شحال تقام لك الجلابه، غتحسبها، غتحسب عاوتاني شحال خسرت عليها ديال الترونسبور باش نمشي من هنا لهنا لهنا لهنا، عاود باش غتنقص. ما غاديش تبقى ديبلاص على بياسه وحده، غديبلاص على بزاف باش يكون عندك، باش تقدر تنقص من الثمن البياسه ديالك. ديك الساعه فاش تسالي هادشي اضرب عمليه حسابيه، شحال شوفي شحال تقامت لك هذيك الجلابه اولا داك القميص، وعلى حسب الثمن غتشوفي تزيدي الهامش ديال الربح ديالك. الهامش ديال الربح ديالك تيبقى نتيا وراسك. راه كاين اللي تيزيد تيربح حتى 500 600 درهم في البياسه، كاين اللي تيربح 50 درهم، كاين اللي تيربح 70 درهم، كاين اللي تيربح 100 درهم. انا تنشوف دي شي وحدين قبل ما نبداو هذا الشيء، كنا تنشوفوا دي فيديو ديال الناس اللي تيزيدوا واحد الهامش ديال الربح كبير، تيبقى وعندهم كليان ديالهم، تيشرو من عندهم، تيديروا خدمه نقيه تيشرو من عندهم.
تتبقى انتيا وشحال باغا تربحي في داك الشيء. دابا حنا هذا تتبقى فكره ديالنا، ماشي مثلا قلت ان الواحد يدير بحالنا، كل واحد يدير اللي بغا. حنايا قررنا اننا مثلا بدينا ما بغيناش هامش دير ربح كبير، لان كما قلت بزاف المرات ما عندناش دي شارج. يلا داك البيسه تتخرج راسها، تتخلص ثمنها. علاش؟ لان حنا ضاربين تنفيزيو اننا نكبروا، اننا نوليو معروفين، من بعد هذاك الربح تيجي بوحده. مي دابا في الاول حنا ما دايرينش هامش ديال الربح كبير. باغ كونت كاينين الناس اللي تتعطي قيمه داكشي اللي تتصايب. راه كاينه انا قلت لك كاين اللي تيزيد حتى 500 600 درهم في البياسه. كاين عاوتاني اللي تيدير الخدمه مثلا، كاين اللي تتشري ثوب على قد الحال، ثوب عادي ماشي واشي، ماشي مثلا كريب، تشري داك الكريب الغالي، تتشري الكريب العادي وتدير له طرزه زوينه وتتغلي في الثمن. كاين اللي تيدير هادشي هذا، تتبقى انتيا وكيف باغات وكيفاش باغا تخدمي. مي اون جينيرال هذا هو الطريقه باش الناس اللي تيحسبوا. تنحاول نتشطر مع ندبر على اللي تيبيع لي الثوب بثمن جمله، ندبر على خياط اللي ما كنتيش تخيطي بيديك غتدفعي، غتشوفي خياط اللي غيدير لك اللي غيخيط لك بثمن قليل الا عطيتيه بزاف. باش نقول ثمن قليل راه ما غينقص لكش 200 درهم في البياسه، بيان سور غير واحد لا مارك ديال 30 40 درهم في البياسه. مي فاش ديري بياسات كبار تبارك الله صافي، وتتبقى ديك الساعه كيفاش غتبيعي البياسه ديالك، وتكوني المهم تكوني ثقه في داكشي اللي تديري. الا كنتي تتخدمي في الغش تخدمي بحاجات مزيانين، بثوب مزيان، بالخدمه ماشي سواقيه، راه عندك ليانه. الا ما جات اليوم غيجي غدا. وما دام كان ديك الساعه الا عندك شي استفسار مخلي النمره التليفون ديالي في واتساب، صيفطي لي ميساج افيك ان غون بليزير. المهم هذا ما كان، هذا جاوبت السيده اللي خلات لي كومونتير ما عرفاتش كيفاش تبدا. دونك واخا انا زعما حنا راه يلاه بدينا، وي تنقول زعما هكا الناس غاديين. ابخي بالاخطاء ديالك الا غلطتي في شي حاجه راه تتعلمي باش تتفاديها مره اخرى، بحال اللي درنا حنا دابا. بدينا مي دابا عاوتاني شنو قلنا؟ قلنا خدينا ماكينه بالنسبه للبياسات كونتيتي صغار غنديرهم حنا عندنا. دي موديل، لان فاش تمشي للخيط واخا تقول له شي موديل بغيتي تيقدر يخرج لك ما يخرج لك شي 100% اللي باغي. دونك من الاحسن غنديروا بياسات هكا يكونوا شونتيون نديرهم في الدار، ومن بعد الا كانوا كونتيتيات كبار غنبيعوهم، غنعطيوهم الخياط يديرنا بحالهم. دونك هادشي ما كان. وكما قلت لكم تتبدا في الاول وانت خدام، وانت تيبان لك الحاجه اللي غلطتي فيها ماشي عيب. اي واحد بدا في شي دومير غيدير اغلاط، ومن الاغلاط تنتعلموا. يعني واخا الواحد يعيا ما يقول لك وتعدا تشوف وتعيا تشوف دي شان، وكاين اللي ما تيعطيكش راس الخيط، كاين اللي ما تيبغيش يقول لك كيفاش تيخدم. مي حنا خدامين وتنتعلموا بالاخطاء ديالنا، تنتعلموا وربي يسهل على كل واحد. المهم هذا جواب السيده خلات لي كومونتير، نتمنى تشوف الفيديو. ديك الساعه الا عندك شي حاجه، الا عندك شي سؤال سوليني زعما، واخا انا يلاه بديت. المهم شي واحد تيفيد واحد، وهكا والله يسهل على كل واحد. المهم نرجعوا للفيديو اللي صورت لكم. دونك انا صورت لكم بلايص اللي مشينا لهم. هنايا تتشوفوا هادو ديلاك، ولكن ديلاك لعتي تيبين لهم سميتو الرمله ديال البحر، ومصايبينهم يعني بالنسبه للبلايص اللي ما فيهمش المدن اللي ما فيهمش البحر، دايرين لهم دي زوندوا اللي يمشي بنادم يتبح يعوم فيهم. وزعما زوينين والله الا ديلاك زوينين، دايرين لهم البلايص اللي بالنسبه للدراري الصغار لي زون اللي ما يفوتوهمش، يعني داكشي ايكيبي وكاين المراقبه، ماشي ماشي مابوندي، ماشي زعما ابوندوني، مقدينهم. وهادو وهادي واحد لافيل اللي هي صغيره وفيها واحد لولاك زوينه تيحمقاتني هاد البلاصه سميتها بخاد. شوفوا الكالم كيف تسمعي زقزقه العصافير، داك تنط لا ناتور. هذا راه تيرا احسن ما تمشي للبسيكياتر وتخلص الفلوس، والله الا تمشي لهاد المناطق راه الكالم ما كاينش البشر بزاف. انا الصراحه اللي تيديرونجيني هو الناس بزاف، راه نمشي لشعروبية ما فيهاش البشر وعاد ترتاح. هنا تتشوف هاد البلاصه واعره، عرفتي فريمون كالم ما كاينش الناس ونقيقيه وداكشي مزيون. هادي قلت لكم هادي بخات كنا مشينا عملنا فيها، عرفتي هاد البلاصه زوينه، هاد لولاك فن وما في خطيره. هذا لاك اخر سميتو لولاك دو بوشي، هذا لاك في يامات في سميتو عليه في الشتا تيولي الاخر تيولي مجمد عند الناس يعوموا. العتي وتجيني الناس من باريس من مدن اخرين هنا دايرين دي ميزون سكوندير، تيديروا ديور ثانويين تيجيو يدوزوا فيهم، يبغيو يرتاحوا في الصيف من
من الناس بزاف ومن الصداع ومن ستريس ديال الحياه. دونك تيجيو لهنا وداكشي اللي طرا لي صراحه والله الا ارتحيت. طلعتي جيت واخا ماشي نقول لكم جيت باغا نخدم، المهم تتلقى انك بسيكمو اللي مزيان. هادو تهما صورنا هذا في واحد البلاج، نسينا البلاصه اخرى، هذا بلاج مي كيما قلت لكم حنا تحنا عندنا دو تري بيل بلاج. شفتو دابا انا ساكنه في طنجة، عرفتي البحور زوينين البلايص واعرين، غير المشكل تيكون في الصيف هو العمر هي بزاف. باش تمشي للبلاصه البلاج قريب خاصك اللي في العاده غدير فيه ربع ساعه تدير فيه ساعه ديال الطريق، والستريس والبشر بزاف. و تمشي للبحر تلقى الناس مفرجين داك لي باراسول، خاصك دابز مع داك السيد تقول ليه خلي لي بلاصه. دونك ما تمشي باش تدابز، ماشي تمشي باش تترس. هذا هو زعما لا كونفينيون. هادي شوفوا هاد لا كونفينيون شحال زوينه. المهم هذا مكان، هادو هما هادين هنا فين دوزت لي كونجي، دوزت اون فامي. مشيت البلاصه زوينه زعما ما كاينش الناس، كاينه الطبيعه الهدوء. وهذا رحله العوده، واخا رطيت الطياره مشات عليا الطياره، دونك مشيت رجعت لغد ليه شو ديال التمارة في الرجوع، ودوزت الليلة في المطار وداكشي مشي نتا تاليا الطيارة. ولكن الحمد لله داز فواياج زوين بثمن ما خلصش بزاف. ديك الساعة كيما قلت لكم اللي بغا شي أسئلة على فيش تلقى البية رخاصين وداكشي ماشي مشكل نجاوبو. المهم من بعد غنوريكم حنا دابا كيما قلت لكم ما خديناش دي كوموند، ما صايبنا والو، يعني كنا كونجي، اختي كانت كونجي وانا عرفت يعني كنت كونجي. يلا دابا رجعنا غير فاش كنت غادا صايبت واحد جوج كنهضر شوف كوموند. واحد السيده صاحبتي بغات تصيفطها لخالتها في فرنسا، دونك صايبت لها وحده قندوره وانا ديت لاختي كادو وحده، دونك جوج قنيدرات هكا مطروزين نصكم. دونك انا صورتهم هما مخدومين، يعني مازال ما تصوروش هما ملبوسين، تيصوروهم ليا اللي خداوهم وديك الساعه نحطهم. وصايبنا عاود واحد البوني، هذوك لي بوني الساتان اللي تيديروا فوق الشعر بلاص ما دير دره، تدير بوني بالنسبه لي شعر بوكلي، اللي عنده شعر بوكلي تيخليلو لا بوكل في الليل، وبالنسبه للناس اللي شعر باش ما يتخبلكش. دونك هذا صايبنا بحال هاد لي بوني هادو، هادو هما اللي زوينين في الليل. اول يوم دير الدره مثلا الشعر بالنسبه للشعر ديالو اللي تيتخبل بالليل، هادو تيجيو بالساتا، ها هما صايبناهم. صايبنا جويجات بالنسبه كما قلت لكم اللي شعرو بوكلي، اولا حتى اللي شعرو ماشي بوكلي تديرو فوق شعرك زوين. هنا ملي خدينا جوج تويبات على حسب داك القنيدرات اللي قلت لكم، درنا دو زيشونتيون. من بعد غنصوروهم الى ولا عجبو الناس نقدروا نزيدو منهم. هذا نفس الثوب اللي خدمنا مدافيهم اللي خدمنا به القنادر، مي درنا طرزه في شكل ما درناش بجيب، درنا طرزه من القدام ونصكم. هنا درنا جويات هذا الزرق هذا، والاخر بحال الموف مفتوح. هذا سوغ كوموند لواحد السيده تاهي في فرنسا، صايبتها وصيفطتها لها من فرنسا، هي ماشي في المدينه اللي انا فيها، دونك صيفطتها لها من فرنسا باش تتقام عليها شويه رخيصه. هانتوما تشوفوا الطرزه، من بعد ان شاء الله فاش تلبسها وتصورها نصيفط نحطها لكم. وصايبنا عاود واحد جوج كسيوات، دابا في فرنسا كاين شهر السعود واحد الفته تسمى الغوا دوازو، هذوك الناس تيلبسوا هذاك اللباس القديم ديال الفرنساويين، تيكون احتفال تيبغيو الدراري الصغار يلبسوا داكشي. دونك صايبنا جوج كسيوات، ها هما هادو البنات اختي، من بعد فاش يلبسوهم غنوريهم لكم. هانتوما تشوفوا تجي بحال داك السوالي صوب بحال داك الموديليات والنيشان، هما اختاروا اللوينات اللي بغاو درنا جوج. ديك الساعه فاش يصوروهم نوريهم لي، فاش يلبسوهم نوريهم لكم. المهم هذا الاخر الفيديو، نتمنى يعجبكم، اللي عنده شي كومونتير يخليه لي، خليو لي دي لايك، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو فراسكم، سلامه.